السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو زياد، فني صيانة وإصلاح جميع أنواع الغسالات الديجيتال. دي غسالة يا جماعة وايد بوينت العبد جراند، من نوع الجراند، بتكتب على الشاشة زي ما أنتم شايفين كده F01. طبعا F01 ده يا جماعة عيب عدم قفل الباب أو عيب في توصيلة اللوك للباب، تمام. دي طبعا الأعطال الخاصة بالغسالة دي، يعني لو في أي مشكلة دي العطل بتاع المؤشر الخاص بالغسالة دي، عيب F1 F2 F3 4 5 لحد اخر، يعني في نهايه الفيديو ده هسيب لكم برضو الاعطال النهايه وحل المشاكل بتاعت الغساله دي، تمام. طيب دي يا جماعه اهي، دي الغساله عندنا بتعمل عطل F01. طبعا عطل F01 ده مشكله في الكارته ومشكله في اللوك الاثنين مع بعض، يعني اللي بتغير الكارته مع اللوك او بتصلح الكارته مع تغيير اللوك، لان ترياك اللوك كده ضارب في الكارته، تمام. فدي كده فيها مشكله زي ما انا قلت، اخ بعتها لي، فقلت ان انا ابعتها له ان شاء الله على القناه، علشان برضو ايه لو في حد عايز يسال على الكود دوت يبقى انا ايه ان شاء الله نشرته، بحيث ان يعني الناس ان شاء الله تقدر اللي عندها الغساله دي تعرف المشكله فين والاعطال بتاعتها فين، وجميع الاعطال موجوده عندكم اهي، تمام. جميع الاعطال الخاصه بالغساله ديت. لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اوصل لك كل ما هو خاص بالغسالات وجميع انواع الغسالات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو ان شاء الله تاني. وزي ما انا بدي لك المعلومه من برد الله، محتاج انك تتفاعل مع القناه وتدوس لايك وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.